الحمد لله الذي أتقن بحكمته ما فطر وبنى وشرع الشرائع رحمة وحكمة طريقا وسننا يزل العطايا لمن كان محسنا ويغفر الذنوب لمن كان مجزلا سبحانه القائل في كتابه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين أجمعين وعلى صحابته الأكرمين وعلى زوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين ثم أما بعد حقيقة الشكر الموصول بداية إلى مؤسسة ثقافة اسطنبول والشكر موصول إلى كل القائمين على هذا المؤتمر الداعي إلى الإيجابية بداية أود يعني أن أضع ربما كل تحركات الفكر الإنساني تحت إطار العيش نحو الأفضل والعيش ضمن ربما أطر السلام والأمن وهذا هو الراهن الذي تعيشه الأمم اليوم وهي تتناحر ربما ضمن إقصاء للآخر معناه أنها تريد أن تقصي الآخر بسبب لأسباب عرقية أو لأسباب دينية أو لأسباب إيديولوجية والحقيقة أننا نحن حين نريد أن نفتش في التنظيرات وفي فلسفات الفكرية الإنسانية دائما نحاول أن نعرف مدى وصول هذا الفكر الإنساني العالمي إلى تنظيرات أفضل لعيش أفضل فحين نحن نريد أن نفتش في كتب النورسي وفي إشاراته ولمعاته ومكتوباته وفي صيقل الإسلام وفي غير ذلك من هذه الكتب التي أرادت أن تستقرئ إشارات القرآن الكريم نحو بناء أفضل لإنسانية أفضل بالتالي أنا اليوم لن أتكلم عن ذلك أو عن تلك التفرقة بين الآخر بسبب أنه كونه ربما دينه يخالف ديننا وربما كثير الآن من الأيديولوجيات أو من التيارات حتى الفكرية الإسلامية المغالية في تفكيراتها والتي تدعو إلى إقصاء الآخر وإلى قتل الآخر وإلى نبذ الآخر بسبب ربما أن العلة في هذا النبذ هو كونه مخالفاً للدين وهذه حقيقة تعد من المغالطات المفاهيمية التي جرت الآن كما نراها على الإنسانية وبالاً عظيماً فما استطاع الإنسان أن يكون آمناً في سربه ولا حتى أنه يستطيع أن يحقق أدنى متطلبات وضروريات الحياة من الأكل ومن الطعام ومن التعليم إلى غير ذلك وهذا حقيقة مخالف للهدي القرآني الذي استطاع النورسي به حقيقة أن يؤصل لكثير من البناء والمفاهيم الأساسية التي تدعو إلى الائتلاف الإنساني وكيفية إدارة الاختلاف الحضاري حقيقة المحاضرة ستكون فقط بسيطة فيها ربما بعض المحاور والإشارات التي أنا استجمعتها من خلال قراءاتي حقيقة البسيطة حول إشارات النورسي في كتبه هذه المختلفة أردت أن أستجمع بها ربما ما تعانيه الأمة وما تتكبده وما تتخبط فيه حقيقة من هذه النظريات التي تدعو إلى الصراع الحضاري وربما الدعوة الآن إلى الحوار الحضاري وحوار الأديان والحوار الإسلامي الأوروبي لماذا؟ لأننا فشلنا حقيقة في كيفية الإدارة هذه الصراعات والآن نبحث عن حلول وكيف بالأمة إذا وجدت الحلول فقط وهي تنتظر أن تطبقها يعني الحلول الإنسانية موجودة إذا كانت الإنسانية تنظر وتتطلع إلى الأفضل فالحلول موجودة الآن كيف نطبق هذه الحلول؟ حتى نحقق ائتلافاً إنسانياً وحضارة إنسانية سعى إليها القرآن بل وقد نجح فيها في مراحل تاريخية سابقة إذن المحاضرة حتى لا أطيل البحث هذا الذي أتقدم به إلى هذا الملتقى الداعي إلى الإيجابية نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به هو أحد الومضات النورانية التي حاولت بكل إيجابياتها أن تبرز رسالة القرآن من خلال رسالات النور
والمحاضرة حقيقة كانت تحت محورين كبيرين، أولها الأسس التكوينية بمعنى التكوين الإلهي للخلقة أو للخلق التكويني، كيف هذا يعد في حد ذاته أصلا من أصول الائتلاف والاجتماع الإنساني كوظيفة تأصيلية، وكيف أن الأسس التشريعية معناها الموجودة في القرآن، التشريع الموجود في القرآن والسنة، كيف يحمي هذه الأسس الداعية إلى البناء الإنساني، بمعنى كل من يريد أن يؤصل لصراع ديني أو لصراع عرقي أو لصراع قومي أو لصراع تحت إطار الدين فهذا حقيقة منبوذ ومرفوض، بسبب أن القرآن الكريم قد كان صريحا في تجميع الإنسان مع الإنسان بغض النظر عن كل هذه الأيديولوجيات الآن المتواترة. وأريد في الأخير أن أتوصل إلى ربما محور مهم اللي هو يتكلم عن المسالك المعرفية والتربوية عند النورسي، وكيف ربما استخدمها في كتبه لبناء الائتلاف وإدارة هذا الخلاف الحضاري. إذن المحور الأول يتكلم عن مقتضى الإرادة التكوينية والتشريعية وأثرها في هذا الإدارة الاختلاف وبناء الائتلاف الإنساني. أنا سوف أقول أن النورسي وأنا أقرأ في كتبه نجد ألفاظ كثيرة تدل على الاختلاف، المسلمون تجد الأجانب بالمقابل، حقيقة النصرانية والمسلمون، الخلاف الداخلي والاختلاف الخارجي، وكلمة الخلاف ليست بدعا عند النورسي، هو لم يأتي بها كمؤسس لهذه اللفظة، فاللفظة موجودة في القرآن الكريم وفي آيات مختلفة، فالله سبحانه وتعالى يقول ولا يزالون مختلفين، وقولوا إنكم لفي قول مختلف، وقوله تعالى ومن آياته أن خلق ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، اختلاف اللسان والألوان والأجناس، إذن هذه طبيعة تكوينية أرادها الله سبحانه وتعالى، بمعنى يقصدها الله في الخلق، بالتالي فالآن التعامل مع هذه الظاهرة بمعنى ظاهرة الاختلاف ليست ظاهرة مرضية، ليست ظاهرة خلاف الطبيعة الإنسانية، إنها ظاهرة صحية أرادها الله سبحانه وتعالى للإنسان على أساس ماذا؟ على أساس أن يثبت أن الإنسان لا يتشابه مع الآخر، لا سواء في دينه ولا في تفكيره إلى غير ذلك. إذن المعالم التكوينية، إذن قلنا أن الاختلاف ظاهرة صحية موجودة أيضا في تأصيلات القرآن، ولكن كيف نتحصل على أنها ظاهرة صحية ومقصودة شرعا؟ حقيقة من خلال بعض القراءات اللي أنا توصلت لها أن وحدة الأصل الإنساني، أن الإنسان هذا مخلوق من نفس واحدة، والله سبحانه وتعالى يشير إلى هذا، خلقكم من نفس واحدة، معناها هذه النفس نفس واحدة، نفس إنسانية واحدة، بالتالي لها نفس الحياة ونفس المصير ونفس التأمل في الذات الإنسانية، وبالتالي قصة الخلق حتى الوظيفة الاستخلافية للإنسان قد أظهرها الله سبحانه وتعالى قبل أن يحاور فيها سيدنا آدم، ويقول الله سبحانه وتعالى في ذلك وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، بمعنى أنه قد بين له وظيفته الاستخلافية في الأرض، وهذه وظيفة الإنسان ككل ليست خاصة بجنس أو بعرق معين. الحقيقة النورسي فيه أقوال كثيرة في هذه المسألة يتكلم عنها، ربما أحيانا أقتطف من عباراته ما يدل على هذه أو ما يدل على هذه ربما الإيحاءات. يقول النورسي في إشارات الأعجاز في الصفحة 26 إن الإنسان مع صغر جرمه وضعفه وكونه حيوانا من الحيوانات ينطوي على روح غال ويحتوي على استعداد كامل ويتبطن ميولا لا حصر لها ويشتمل على آمال لا نهاية لها ويحوز أفكار غير محصورة ويتضمن قوى غير محدودة مع أن فطرته عجيبة كأنه فهرس للأنواع والعالم. احنا نتكلم عن الإنسان، يعني ما يتكلم عن المسلم أو النصراني أو المسيحي بمعنى الإنسان هي لفظة عامة تستغرق جميع ما تدل عليها دفعة واحدة عن الجنس الإنساني كله. إذن الوحدة الفطرة
إذن الفطرة وحدة الخلق واحدة وحدة الفطرة واحدة والله سبحانه وتعالى يقول فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. الفطرة هي ذلك الاستعداد وذلك التوازن النفسي الذي يتقبل التشريع، وهذا قد تكلم عليها ربما أنا حين قرأتها وجدت أن الإمام الطاهر بن عاشور ربما هو أول من أسس في تعريفاته لمفهوم ودلالة الفطرة الإنسانية، ولكن حين راجعت يعني حتى في 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 في, في تاريخ وفيات بين النورسي والنورسي والطاهر بن عاشور حقيقة ربما كان هناك تقارب في ذكر، ولكن أن يذكرها حقيقة النورسي ويدل على أن هذه الفطرة الإنسانية من أجل حقائق الشريعة، وهذا حقيقة لماذا؟ لأن أحكام الشريعة تبنى على الفطر، وهذه الفطر تحترم تلك الاستعدادات النفسية القابلة لهذا التشريع، وقد دل عليها القرآن في آيات كثيرة. إذن ربما الدلالة الأخيرة التي تدل على أن الأصل الإنسانية واحدة وأن هذا الائتلاف حقيقة موجودة شرعية هي وحدة الكرامة الإنسانية، والله سبحانه وتعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم، معناها بني آدم هو النوع الإنساني مكرم، وهذا التكريم يجب أن يبرز في مظاهر حياته، تكريمه في ماله وفي عرضه وفي نفسه وفي نسله، وهذه حقيقة هي مقاصد الضرورية الكلية التي جاءت الشرائع كلها. لماذا؟ لأن معينها ومنبعها واحد، وهذه الضرورات والكليات المقاصدية التشريعية الكلية حقيقة هي إنسانية، لنجدها في التوراة ونجدها في الإنجيل ونجدها في القرآن. لماذا؟ لأنها ماذا؟ تريد أن تصل إلى تكريم الإنسان كنوع إنساني. إذن الأسس التشريعية كيف تحمي الآخر؟ وكيف يلعب التشريع القرآني الآن والسنة النبوية، وفي هذا حقيقة دعوة إلى كل من يتخذ الدين على أساس كما رانا نسمع اليوم أن الدين هو دين الإسلام دين إرهاب ودين قتل ودين مدري مدري مدري. إحنا حين نجد أو نريد أن نؤصل لهذه الدعوات الباطلة نجد أن القرآن لم يدعو إلى هذا، بل إن القرآن حمى الآخر ودافع عن الآخر وشرع تشريعات تحمي الآخر. نجد هذا كثير حقيقة في وحي القرآن والسنة، وقد دل عليها أيضا النورسي من أن حماية الآخر في حرمة استباحة دمه وماله، وأنه نؤاكل أهل الكتاب وأنه نؤاخيهم وأنه نكافلهم ونجاورهم، والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم ماذا؟ أن تبروهم، مش فقط حتى تبتعد عنه، تبروهم وتقسطوا إليهم، بمعنى فيه نوع من البر والإقساط والإحسان والمؤاكلة، وفي هذه حقيقة هذه الجوانب التشريعية كيف تحمي الآخر. عموما الحرية الدينية في منظور النورسي، أريد أن أسرع قليلا، خمسة دقائق. إذن الحرية الدينية هذه نتكلم عنها في التشريعات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، ولما نجي نصير عندي حرية دينية نستأصل من أجل الدين. حقيقة التشريعات هذه عاجزة، حقيقة عاجزة عن ماذا؟ عن حماية الآخر، عن حماية الإنسان بما يعتقده، في حين انتصر القرآن إلى هذا في قوله لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، لست عليهم بمسيطر. الآن نجد مفاهيم العولمة، لا مونديالزاسيون، مفاهيم العولمة ما معناها؟ تريد أن تفرض على العالم من شرقه إلى غربه أفكارا واحدة، كأنه نوع واحد، أفكار واحدة، طريقة واحدة للتفكير، أيديولوجية واحدة، وهذا حقيقة كان خلافا للقرآن الكريم الذي دعا إلى العالمية. القرآن عالمي رحمة للعالمين، كانت اليهود والنصارى تعيش تحت كان في الإسلام وتحت حرية الإسلام، في حين الآن نجد فعلا أن العولمة تريد إقصاء كل الأجناس وكل الأديان وكل الأعراق لتسيطر وتستحوذ بفكرها على الإنسان، ونحن نرى أن هذا غير ممكن، وقد كان هذا في الحرب الشيوعية وفي حرب ألمانيا في الحرب العالمية الثانية، وقد تكلم عنها النورسي موجودة في المحاضرة لمن أراد أن يطلع عليها. عجزت فعلا هذه العمليات الإقصائية الموجودة في العالم بسبب ماذا؟
الدين. إذا إحنا عندنا الحرية الدينية، وقد قال النورسي، أنا فقط أريد أن دائما أن أرجع إلى أقوال النورسي وكيف هو قرأ هذه القراءات في القرآن، لأنه عاش في مرحلة حقيقة، في مرحلة سقوط الخلافة العثمانية، في مرحلة إقصاء الإسلام ومحاولة علمنة الدولة العثمانية التي كانت حقيقة تدعو إلى الإسلام وإلى الانفتاح وإلى العيش في ذلك الكنف الروحي والإيماني وقد عاش كل هذه، وبالتالي سنجد حلول عنده لواقعنا الذي نعيشه اليوم. والحقيقة أن التاريخ يعيد نفسه إذا أعدناه بنفس الأيديولوجية، وبالتالي هذه السنن أو السنن الكونية نحن نستطيع أن نستفيد من التجربة الإنسانية لنجد حلولا أفضل. فالنورسي يقول: إن الظهور على المدنيين من منظور الدين إنما هو الإقناع، إقناع وليس الإكراه، وبإظهار الإسلام محبوبا وساميا لديهم، وذلك بالامتثال الجميل للأوامر وإظهار الأخلاق الفاضلة. فقط سوف أعطي العناوين حتى لا أطيل. الآن كيف نبني أو كيف نبني هذا أو ندير هذا الصراع الحضاري؟ سنديره بمجموعة آليات أنا أذكرها فقط سريعا، اللي هي التعارف الحضاري، وهذا ما وجدناه ولمسناه حقيقة في هذا المؤتمر العالمي. نحن شعوبا الآن وقبائل نتعارف ونريد أن نصل إلى هذه المشتركات التعارفية والثقافية. لماذا؟ حتى نفيد الإنسان. فالله سبحانه وتعالى أشار لهذا في سورة الحجرات بقوله: يا أيها الناس، دائما يخاطب الإنسان اللي هو جنس بشري، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. ما هو الهدف؟ إذن هذه الآية لها حكمة ولها غاية، واللام هنا لام تعليل، لتعارفوا، لأنني إذا عرفتك جهلت ما كنت لا أدريه عنك، وبالتالي ستكون عندي هناك أفكار ربما مسبقة وأحكم عليك، ولكن التعارف يزيل كل هذا الاختلاف. لتعارفوا إن أكرمكم عند الله ماذا؟ أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن التعارف الحضاري سبيل من سبل إدارة هذه الاختلافات والصراعات الحضارية الموجودة اليوم. والنورسي حقيقة في المكتوبات في صفحة 401 قد تكلم عن الفكر القومي، وهذه القومية اللي ظهرت في مرحلة معينة في الستينات، القومية العربية لما جاءت ونبذوا فيها الإسلام وتكلموا عن القومية العربية. القومية العربية لا تجمع الإنسان مع أخيه الإنسان باعتبار أنه له اختلافات أخرى. لماذا؟ لأنني أنا حين أكون عربية ستجمعني إلا اللغة، ولكن حين أكون مسلمة ولست عربية. هناك مسلم اندونيسي ومسلم ماليزي ومسلم تركي ومسلم فرنسي ومسلم امريكي، بالتالي اذا انا دعيت فقط للقوميه العربيه ساخرج كل هؤلاء المسلمين من حظيرتي، وسالغي ايضا ماذا؟ الذين لا يتكلمون باللغه العربيه وهم مسلمين، معناها ادخل غير المسلم العربي مسيحي يتكلم عربيه، واخرج المسلم الذي ماذا؟ لا يتكلم العربيه. وبالتالي فقد تكلم عنها النورسي باشارات حقيقه نقدها نقدا بما يثبط ان هذه الدعاوى هي حقيقه قتل الاسلام. قتل للاسلام. ربما فقط أجد كلامه. نعم، والنورسي سعى في مكتوباته إلى التركيز على المشتركات العامة بين بني البشر، وخاصة تلك المشتركات العامة والخاصة والداعمة، وأن يحسن استغلالها في إطار التعارف الحضاري الإسلامي وفق منظومة أخلاقية ملؤها الإنصاف. نعم، فقط هناك مسالك، اللي هو أن النورسي حقيقة اهتم بالحوار مع الآخر، أن النورسي اهتم بالحوار مع الآخر ودعا فقط. ربما نستفيد، أيوة، الكلمة الأخيرة، أنه دعا إلى الأخذ من معين الحكمة القرآنية. الآن احنا نقول الحكمة ضالة المسلم، أينما وجدها يأخذها، معناها هذه الحكمة قد تكون
في الحضارة الصينية ولا اليابانية، معناها حكمة تفيد الإنسان، فهو دعا الآن إلى الأخذ من معين الحكمة القرآنية. لماذا؟ لربط هذه المشتركات الإنسانية، ولماذا؟ ولنبذ هذه الصراعات الفكرية والقومية والدينية حتى يعيش الإنسان في سبل أفضل للحياة وللأمن. أشكركم وأشكر استماعكم وبارك الله فيكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. جزاك الله. نشكرك. Thank you.